بسم الله الرحمن الرحيم. فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان كيف يتنعم الناس بما فتح الله عليهم بعده عليه الصلاة والسلام وهم يعرفون سيرته وحياته وزهده وتقشفه وما عاش عليه من شدة في العيش. كيف يتلذذ الإنسان بالفرش الوطيئة الوثيرة وهو يعرف هذا من حاله عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن هذا يحدو المسلم إلى التقليل من الدنيا بقدر الإمكان، وأن يعيش منها على البلغة، وأن يكفيه لقيمات تقيم صلبه. الناس والأجسام على ما تعودت، يعني أول ما جاءت السيارات كان الناس يحجون على الإبل قبل السيارات، ويمكث الإنسان أشهر، وفي بعض الأقطار البعيدة النائية يمكث سنين، قد يمر موسم موسمين ما وصل إلى الحج، ومع ذلك قلوبهم مرتاحة. نعم أبدانهم عليها شيء من التعب، لكن القلوب مرتاحة. بعض الناس يأتي من أقصى المشرق ومعه أثاثه الذي يريد أن يستعمله وطعامه، يحمله فوق رأسه، وقد يحمل آلة يستعملها في طريقه. إذا مر ببلد استعملها لخدمة أهل هذا البلد يأخذ عليها أجرة. وإلى وقت قريب كبار السن الموجودين الآن يقولون يمرون علينا حجاج من المشرق لهم أشهر في الطريق ومعه مكينة تسن السكاكين، يمر على هالبلد وعلى الحي يشحذ سكاكينهم ويأخذ أجرة تبلغه إلى البلد الثاني. ونحن المسافة بين بلداننا وبين المشاعر ساعة، ارتاحت الأبدان تصل والثوب ما تأثر، لكن القلوب شقيت، والله القلوب شقية. إذا أردت أن تنظر إلى مقدار هذا الشقاء، خل واحد يقف أمامك في سلم الطائرة وأنت لك ساعة عن بيتك، لو ينتظر دقيقة خطر أنك تدفع وأنت بصابر. هذا واقع الناس اليوم. من أراد أن يعرف شقاء القلوب يشوف ايش اللي يحصل عند الإشارات. يجي واحد يبي يلف يمين، يقف واحد قدام، وش النتيجة؟ في دراسات تبين أن كثير من الجلطات ومن الأمور الخطيرة، من الأمراض الخطيرة المتعلقة بالقلوب تحصل عند الإشارات، وحصل وفيات. طيب وش الداعي؟ يعني إذا نظرنا إلى صبر عليه الصلاة والسلام ينام على 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 حصير يؤثر في بدنه، الحصير خطوط في بدنه من هذا الحصير، ويتوسد من أدم من جلد وحشو غليف، ما الذي حصل لنا بعد هذا الترف؟ حصلنا لا نستطيع أن نجلس إلا على شيء لين. لو قيل لك تجلس على جلسة اسفنج ضغطها 60 ما قدرت، قال هذا بلك، ما هو فلاش. سبحان الله. خشوشنوا فإن النعم لا تدوم. تذكرون عن بعض الناس قبل 50 أو 60 سنة يحجون على القصب العوارض اللي فوق السيارات، يضع عصا ويضع عليها البشت حقه ويركب عليه يروح يحج ويرجع على العصا أو على العارضة. لا بد أن نربي أنفسنا لمثل هذه الظروف، لأن النعم لا تدوم، والله المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.